البيت الداخلي لحزب السنبلة يعيد ترتيب أوراقه بانتخاب محمد أزين خلفا لمحمد العنصر في منصب الأمين العام. فوز أزين جاء بتصويت بالإجماع عليه بعد اعتبار ترشيح غريمه إدريس زويني لاغيا لأسباب قانونية. طبعا كانت مناسبة أن وقفنا على واحد مجموعة ديال الجديدات، واحد مجموعة ديال التعديلات سواء على المستوى القانوني سواء على المستوى الأرضي والمرجعية ديالنا. اليوم هناك يعني عماد التوجه الجديد هو فكرتين أساسيتين هي الكرامة ومقاومة التهميش. محمد أزين الأستاذ الجامعي والوزير السابق للشباب والرياضة راكم من التجربة السياسية والممارسة ما يكفي لقيادة حزب عتيد في ظرفية وسياق دولي ومحلي خاص. أعضاء حزب السنبلة اعتبروه خير خلف لخير سلف. فعلا انتخاب السي محمد أزين أمينا عام للحركة الشعبية تأكد أولا استمرارية الحركة الشعبية عبر مناضليها، ثانيا السي محمد أزين له من التراكم تجربة الخبرة الكاريزما والحنكة ما يكفي لتدبيره وتسيير شؤون الحركة الشعبية. الحمد لله القياديين الحركيين هما اختاروا السي أزين وهما اللي طرحوا عليه باش يكون أمين عام جديد بحكم الشرعية ديالو اللي عنده 3 الولايات في البرلمان، بحكم التكوين ديالو السياسي والثقافي، وهو عاش في واحد المدرسة اللي هي مدرسة ديال السي العنصر اللي عشنا فيها كاملين وكبر على يده وتعلم على يديه وهو لا ينكر ذلك. انتخاب ديال سي محمد أزين هذه إشارة قوية ديال التشبيب وديال الأمال وديال رفع الإيقاع وخلق واحد الدينامية برؤية جديدة. احنا كنا متفقين على هذا الترشيح هذا. متسلم محمد العنصر مفاتيح بيت السنبلة قبل 36 سنة، اليوم سيمنح صفة شرفية في الحزب ألا وهي صفة رئيسه، خلفا في ذلك لزعيم الحزب وأبيه الرقي المحجوب أحردان. كما سيحظى العنصر بعضوية الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمكتب السياسي.